من خلال الدروس السابقة تعرفنا على العديد من الأشياء الجديدة. طبعا إذا كنت تقوم بالمتابعة درس بعد الدرس فالآن أنت مرهق قليلا، لذلك دعنا نقوم ببعض الأشياء الممتعة أو تعرف على أشياء أو معلومات عامة. دعونا نقوم بإنشاء برنامج جديد دلفي أو فايل نيو VCL فروم أبليكيشن. طبعا يمكنك عمل أشياء أخرى من أوذر، يعني اندرويد سيرفيس كونسول ابلكيشن او سيرفيس ابلكيشن ام دي اي ابلكيشن ملتي فورم ملتي ديفايس ابلكيشن او في سي ال متروبوليس يو ابلكيشن. يعني دلفي ليس فقط انشاء تطبيق نماذج، يعني يمكنك العديد من الاشياء، تطبيق انترا ويب او ويب بروكر او يعني العديد من الاشياء. نحن بطبيعة الحال سنهتم بأننا سنقوم بعمل برنامج عادي، يعني الأخرى أيضا كلها أشياء عادية. كما ترى هذا أول شيء تم إنتاجه، بما أنه في المصمم النموذج فيمكننا اعتبار أن هذا عبارة عن مكون، هذا مثله مثل هذه المكونات هنا. الفورم هو عبارة عن مكون، وهذه الأخرى هنا مكونات نستطيع إضافتها وحذفها متى نريد. كما ترون هي عبارة عن مكونات أصبحت فرعية لهذا المكون الرئيسي، المكون الرئيسي والذي هو فورم. وهذا الفورم أو هذا المكون الذي نعتبره فورم هو من أين يأتي؟ يعني هو موجود داخل ماذا؟ موجود داخل وحدة. سنقوم الآن بالذهاب إلى قسم الكود. كما ترى قسم الكود هذه هي الكود الخاص بهذه الوحدة، هذه الوحدة تحتوي هي التي الفورم موجود داخل هذه الوحدة. يعني طبعا هذا الفورم أو هذه المكونات، كل هذه المكونات موجود داخل هذه الوحدة، لذلك تم تصنيفها هنا. الآن دعونا نتعرف الآن سنحاول التعرف على أجزاء هذه الوحدة. قبل هذا دعونا نقوم بعمل حفظ للبرنامج. فايل نيو فولدر، نقوم بعمل مجلد جديد دلفي انيت او اي شيء، او دلفي بروجكت برو هكذا. الان سنقوم بحفظها. الان يقول لك احفظ اسم الوحده، هذه الوحده، الوحده التي هنا، يعني هذه الوحده سنقوم باعطائها اسم، مثلا ماي انيت، سنقوم بحفظها. الآن اسم المشروع، المشروع هذا الذي نعمل عليه كاملا، ما هو اسمه؟ My project. الآن دعونا نذهب إلى المجلد الذي كنا فيه، والذي هو document. ثم بعد الدوكيمنت سيكون في امبراكاديرو ستوديو، ثم project، وهنا نجد الدلفي بروجكت الذي قمنا بعمله. توجد مجموعة من الملفات التي لا نعرف ما هي. الآن دعونا نحاول التعرف عليها. يوجد ملفان، الأول وهما بنفس الاسم فقط الإشارة تختلف أو الرمز يختلف. الأول DPR دلفي بروجكت، اختصارا لدلفي بروجكت، والثاني هو عبارة عن DPROG دلفي بروجكت. يعني ما الفرق بينهما؟ طبعا الفرق عفوا هو في عمل الإصدارات. مثلا DPROG لا تعمل على إصدارات قديمة مثل الدلفي سات أو إصدارات أخرى، ولكن هذا يعمل بشكل عام، أما هذا مخصص لهذا الإصدار. ملف لا يعني ليس هناك أهمية من معرفته حاليا، هذا الملف والذي هو local، الاكستنشن خاصة به هي local. الآن نجد my init، نجد اثنان my init، يعني لماذا اثنان ونحن قمنا بحفظ واحد؟ سنذهب إلى الرئيسي دلفي source file. دلفي source file وهو باختصارا لباسكال، وهو باسكال يعني باسكال يونيت سورس أو دلفي source file. هذا هو يعني محتوياته، يمكننا حتى التعديل عليها باستخدام برامج أخرى، مثلا برنامج المذكرة يمكننا التعديل عليه، يعني يمكننا التعديل على ملف باسكال هذا باستخدام أي برنامج تحرير آخر، وورد أو نوت باد أو أي برنامج تحرير آخر يمكننا التعديل عليه، لأنه عبارة عن نص فقط. كما نرى هنا محتوياته ليست إلا يعني ما هي إلا النصوص، هذه هي النصوص، ولكن أشياء أخرى يقوم الدلفي بإنتاجها. الآن الشيء الآخر الذي هو بنفس الشيء بنفس الاسم، وهو
دلفي يعني دي في ام، وهو اختصارا لدلفي فورم. دلفي فورم ما هو؟ كما ترون هذه هي الانت، والانت هذه على ماذا تحتوي؟ تحتوي يعني كما نرى هنا في جزء الكود هناك كلاسز، اشياء لا نفهمها حاليا، يعني نحاول فقط تبسيط الى ابسط شكل. فورم هو الكلاس الرئيسي الموجود في هذه اليونت، كما نرى هو الكلاس يعني الشيء الرئيسي الموجود في هذه اليونت هو الفورم، لذلك تم إنشاؤه هنا. يعني الفورم المكونات والأشياء الأخرى يمكننا التعامل معها عبر هذا الملف، والذي هو ديف اف ام دلفي فورم، يعني المكونات والأشكال يمكننا التعامل معها وتغييرها من هنا، تغيير مكانها وحجمها والخصائص الخاصة بها من هنا. أما دلفي أما باس أو دلفي باسكال سورس أو دلفي سورس فايل هو الجزء الخاص بكتابة الكود، يعني هذا هو الجزء الذي سنكتب فيه الكود الخاص بنا. أما بقية الملفات، البقية الأخرى موجودة يعني حاليا لم تظهر، متى ستظهر؟ سنقوم بعمل تشغيل للتطبيق. أما بعدما تم إنشاء التطبيق سنذهب ونجد أنه تم عمل المجلد هذا win32 ثم debug ثم هذان الملفان هنا. الملف الأول وهو التطبيق لا داعي لنعرفه exe أو وهو الملف التنفيذي، وهنا dci وهو الملف يتم إنتاجه يعني عندما يشتغل البرنامج أو عند التنقيح. الآن لماذا ظهرت هذه الأشياء هنا؟ دعونا نتعرف عليها أكثر. سنذهب إلى البروجكت ثم أوبشن ثم في الدلفي كومبلاير ثم أوتبيت ديركتوري، يعني الملفات التي تخرج أي يعني أين تذهب. هنا يعني سنقوم باختيار أين تذهب. هنا يعني المسار بهذا الشكل سيكون نقطة ثم هذه العلامة ثم اس دولار ثم بلاتفورم. بلاتفورم ما هي؟ بلاتفورم يمكننا اختيارها من التارجت بلاتفورم، يعني البلاتفورم اما 32 او 64 بت. ثم يعني لذلك وجدنا المجلد وين 32 وهو يعني تم انتاجه من هنا من بلاتفورم. ثم كونفيج او الاعدادات، الاعداد هو يعني ديباج او ريلايز. الديباج يعني لا نقوم باستخدامه، يعني ليس عملي، سنقوم باستخدام نحن الريلايز سنعرفه الآن. لكن الآن أهم شيء إذا أردنا أن يكون التطبيق مباشرة يعني لا يذهب إلى هذه المجلدات، يعني إذا أردنا أن نختار مجلد فرعي أو نقوم بإنشاء مجلد فرعي هنا مثلا يذهب إليه، لكن إذا لم نريد أن يذهب إلى مجلد فرعي فسيذهب مباشرة، يعني تكون جميع الملفات موجودة هنا، حتى ملفات الأخرى DCI إذا كانت موجودة، يعني كل الأشياء ستظهر في مكان واحد، يعني هو المجلد الرئيسي. نضغط هنا ثم نذهب نختار إنشاء أو تشغيل. الآن سنعود إلى المجلد من جديد. هنا المجلد كما ترون تم إنتاج الملفات. هنا الريسورس، ملف الريسورس الجديد، ملف الريسورس. طبعا إذا قمنا بحذف الوين 32 قمنا بإنتاج من جديد. سنعود للمجلد كما ترون الآن سيتم إنتاجه من جديد، طبعا لأنه سيذهب ويقوم بإنتاج الملفات DCI، هذا أمر واجب، لكن بالنسبة للبرنامج الرئيسي الآن يظهر هنا DCI لا نحتاجها الآن، لا نحتاج تعرف عليها. أما بالنسبة لتارجت بلاتفورم كما قلنا فهي تتحدد تلقائيا، يعني إما 32 أو 64 تتحدد تلقائيا. أما هنا build configuration يجب أن تختار realize دائما، وهي أيضا يعني ستقوم بعمل شيء كبير. مثلا هنا حجم التطبيق هو 10.88، سنقوم بإنتاجه من جديد في وضع الريلايز. سنذهب الآن ونرى كم أصبح حجمه. أصبح حجمه 2.185، طبعا فرق كبير، يجب استخدام الريلايز دائما. وهذا يعني بالنسبة لمشروع الدلفي. وأيضا الملف الرئيسي والذي هو DPR أو دلفي Project يمكننا أيضا التحكم فيه من هنا Project ثم View Source، نستطيع التعرف على كل الأشياء فيه. الكلمة الرئيسية Program ثم اسم البرنامج ثم الوحدات المستعملة ثم بداية الكود والأشياء الأخرى، أشياء يعني حاليا
نحن نريد التعرف بشكل عام أو بشكل سطحي، نريد أن نستمتع قليلا بالبرمجة ونعرف معلومات مفيدة لنا. هنا ما الذي سيقوم به؟ سيقوم بتهيئة البرنامج، سيقوم بإنشاء يعني سيقوم بوضع البرنامج النموذج الرئيسي في التاسك بار الذي هذا هو يعني بالأسفل الذي سيكون هناك، ثم يقوم بإنشاء النموذج الأول. إذا كانت هناك أكثر من نموذج سيقوم بإنشائها، ثم سيقوم بتشغيل البرنامج، يعني يقوم بالإنشاء ثم يقوم بالتشغيل. أشياء لا نريد أن نفهمها. الآن سنعود ونتعرف على الوحدات. الآن الوحدات لا يوجد يعني كما ترون هنا في الوحدة، أول كلمة هي unit وهنا my unit، هنا الاسم الوحدة يمكننا تغييره، لكن يجب أن نقوم بعمل update من هنا. يعني الأفضل دائما أن نقوم بالتغيير من هنا، نضغط عليه ثم نختار run name ويقوم بالتغيير هنا تلقائيا. هنا اسم يعني كلمة تدل على أن هذا الشيء أو هذا النص هو عبارة عن وحدة. هنا في الانترفيس عندما نقوم بإغلاقها هكذا ستقوم بالتفرع. في الانترفيس يمكننا اما معرفة اليوزز او المستعملات. ما هي المستعملات؟ هنا نجد وين اب اي ويندوز، وين اب اي ماسنجر سيستم، سيس ايتيل، يعني في سي ال فورمز، اشياء. هل تفهم شيء هنا؟ طبعا لا، لانك لن تعرف هذه الاشياء. هذه الاشياء هي عبارة عن وحدات. هذه هنا عبارة عن وحدة. دعونا مثلا نضغط على كنترول ثم نضغط على ويندوز. عندما نضغط على ويندوز سيأخذنا إلى مجلد أو ملف. ملف هذا الملف كما ترون هنا امتداده، الامتداد الخاص به، وفي النهاية هو عبارة عن ماذا؟ امتداده هو عبارة عن باس أو باسكال، يعني وحدة عادية. نفس الشيء، يعني هنا تم نفس الشيء، نكتب بالكلمة المفتاحية init ثم نكتب اسم الوحدة، بعض التهيئات، ثم الانترفيس، ثم اليوزز، أشياء عادية، ثم سنذهب إلى التايب، ثم الانترفيس والأشياء الأخرى. طبعا يعني هذه وحدة. الآن لماذا هذه الوحدة مكتوبة هنا؟ طبعا توجد العديد من الأشياء أو العديد من الأكواد التي يعني سنستخدمها. مثلا عندما نكتب كود أو زر، مثلا سنستخدم زر، هذا الزر يعني معلوماته أو الكود الخاص به، سنقوم بتسميته الآن. الكود الخاص به أو المعلومات الخاصة به تأتي من مكان آخر. يعني عندما تضعه الآن هنا مثلا، دعونا نضع مثال بسيط، نضع زر هنا، زر هنا، وضعنا الزر 2، وكما ترون يعني لا يوجد أي أشياء إضافية هنا، أي أشياء، يعني لم نجد أي شيء إضافي في الكود، فقط تم إضافة شيء جديد هنا، باتن 2، دعونا نضغط عليه بالزر كنترول ثم نضغط هنا. سنذهب إليه وسيأخذنا إلى هذه الوحدة، سيأخذنا إلى هذه الوحدة std control، والتي هي طبعا موجودة في سؤال std control، يعني المعلومات الخاصة بهذا الزر، يعني الخصائص كما ترى، الخصائص الموجودة فيه، action alineo caption، الأشياء الأخرى كلها موجودة في هذه الوحدة. يعني نقوم بأخذ المعلومات أو استعمال المعلومات من وحدات أخرى. هذه الوحدات يعني يوفرها لنا الدلفي من وحدات أخرى وسنستخدمها في برنامج. وبطبيعة الحال بما أنه يمكننا استخدام الوحدات ونعرف أن العمل يجب أن يكون مقسم، يمكننا عمل وحدات جديدة، مثلا File New، عفوا File ثم New، ثم سنختار Init، Init جديدة. هذه اليونت يعني سنكتب فيها الكود الذي نريده مثل أي Init أخرى، يعني مثل أي Init أخرى، نضع فيها الأشياء المحددة وسنقوم باشتقاقها. مثلا إذا قمنا بحفظها ونريد استخدام الأكواد الموجودة في هذا اليونت، يعني قمنا بعدة أكواد موجودة في هذا اليونت، سنذهب إلى يونت أخرى وسنستخدم ما هو موجود فيها. Use Init كما ترون، نختار Unit 1 اسمها Unit 1، نضغط عليها كما ترون تم إضافتها هنا Uses، ويمكننا أيضا إضافتها هنا لكي نستخدم الأكواد الموجودة فيها. كيف نستخدمها؟ نكتب Init 1 أو اسمها، عفوا يعني إذا كان موجود فيها، يعني حاليا لا يوجد فيها أي شيء، إذا كان موجود فيها أي كود أو أي أوامر يعني يمكننا اشتقاقها. الكلمة هذه الاشتقاق لا تصلح الآن حتى نتعرف على أشياء أخرى. البرمجة كائن يتوجه. الآن عليك أن تفهم أن هذا أن هذه الوحدة يمكن أن تعتمد على وحدات أخرى. الوحدات الأخرى نضعها هنا، نضعها هنا uses،
سنضع اسم الوحدة، وإذا يعني لكي لا تواجه مشاكل قم باستخدام اسم الوحدة، ضعه في مجلد الخاص بالتطبيق الخاص بك لكي لا تواجه مشاكل في البحث عن الوحدة. قم باستخدام اسم الوحدة. الآن جزء التايب. التايب تعرفنا عليها، نوع جديد، فورم، كلاس، هذه أشياء لا نريد التعرف عليها الآن، دعونا نتعرف عليها في وقت آخر. هنا يمكننا التعرف عمل متغير. متغير، هذا المتغير يعني فورم. هنا مثلا إذا كنا كما نرى فهو مكتوب اسم var ثم فورمان ثم تي فورم، هو من النوع تي فورمان، نسميها نوع حاليا، هو من النوع تي فورمان. إذا قلنا كلمة فورم، فورمان هو عبارة عن متغير، الآن عندما كتبناه استطعنا الوصول إليه مباشرة ولم نقم بكتابته هنا، يعني var form وكذا، لأنه موجود متغير يمكننا استخدامه في كامل هذه الوحدة. يعني أكثر، يعني يوجد أمر form create، يوجد أمر مثلا button to click، يعني يمكننا استخدامه أيضا هنا form 1 والتعامل معه بشكل عادي. وإذا كتبناه مثلا هنا var، كتبنا اسم متغير مثلا e هو عبارة عن integer، هذا المتغير integer سنستخدمه هنا، يمكننا استخدامه، لا يظهر خطأ، دعونا نستخدمه هنا، لا يعمل لأنه سيظهر لنا علامة بأنه لن يعمل ونستعمل معه. لحل هذه المشكلة سنقوم بعمل global أو عالمي، متغير عالمي، سنضع هذا المتغير هنا، عفوا هنا سنقوم بوضع المتغير، سنقوم باستدعاء المتغير من هذا المكان اي، كما نرى اي يمكن الوصول إليه من هنا، من هنا أو من أي مكان آخر في الوحدة، ويمكننا أيضا الوصول إليه من أماكن أخرى، أو عندما التعامل معه من وحدة أخرى يمكننا أيضا الوصول إليه. مثلا دعونا نقوم بتعريف متغير جديد هنا var، var e. هل يمكننا الوصول إلى هذا المتغير؟ حاليا لا نعرف. init1 init ثم dot var، يعني استطعنا الوصول إلى قيمته من وحدة أخرى، وهذا لأنه global، يعني متغير عالمي يمكن الوصول إليه من أي مكان. هذا الجزء هنا مخصص لتعريف متغيرات الثوابت، هنا الامبليمنتيشن من أجل تنفيذ البرنامج. هذا الجزء هو الخاص بالكود الخاص بتشغيل البرنامج، هنا سنقوم بكتابة الإجراءات والدوال والأشياء الأخرى. هذه هي الأشياء التي يجب علينا معرفتها لحد الآن، والتعامل يعني معلومات عادية مفيدة سهلة بسيطة تبعدنا قليلا عن العمليات البرمجية، ولا نقلل من قيمتها لأنها ستفيدنا كثيرا في الفصول الأخرى والدروس الأخرى.